الله وبركاته. This is gonna be in English. English. المعلم عز شوقي اتصلت بيه and he didn't recognize the number because it was 805 from Santa Barbara. And عز شوقي يا حبيب قلبي يعني يا أخي أنا أخوك الكبير حمدي شوقي حمودة جيت عليا على العراق ها وقعدنا انت قضيت وقت معايا من اكتر من اي حد من اخواتي انت عايز اشاوي من السبعينات يا دود ولا الثمانينات anyway اتصلت يا ده نمرتي عايز اشاوي اوكي ماما تعبانه your mother is not feeling too well. I would really appreciate it if you drop everything and اتصل بيها يا اخي اتصل بيها سلم عليها I'm sure that she miss you and you miss her. Okay. يلا حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.